أيهما أهم؟ مشمش أم هذا الشريط السخيف؟ مشمش أبي ارجعي إلى الخلف، ارجعي حالاً. ولكن افعلي ما أقوله، هذا خطر. أدوات الجميلة. سأتصل بفرقة الإطفاء. حريق في منزل فتحي. لا، الألعاب النارية. وضحت مجددا. حريق في منزل فتحي، لابد أن حادثا وقع بسبب الألعاب النارية. دايما سامي، خذ الشاحنة، سأتولى أمر المكتب. ما يكون مختبئاً في تلك السقيفة. لا تقل ذلك يا محسن. سامي، نعتقد أن مشمش قد يكون مختبئاً في مشغل أبي. ثانية، سنتحقق من ذلك. أثر له، لم يكن في تلك السقيفة أنا متأكد. أحسنت يا سامي. أحسنت سامي. أحسنت. حمدا لله. أريد أن أعود إلى البيت الآن لأرى إن كان مشمش قد ظهر. سأوصلك. لكننا لم نرى كل الألعاب النارية بعد. لقد رأينا الكثير من الألعاب النارية الليلة. هذا صحيح. مرة ثانية سنذهب إلى عرض منظم، إنه آمن أكثر. لم نطفئ حريقاً كهذا منذ وقت طويل. نعم، كدت أنسى كيف أفعل ذلك. ما كانت تلك الضجة؟ أسمعتها يا أيمن؟ أيمن، انظر، إنه مشمش.